تعد منطقة عسير إحدى أهم مناطق المملكة اللي تحتضن غابات كبيرة وغطاء نباتي ضخم اللي أطلق فيها 100 دورية تابعة للمركز الوطني للتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتعمل على رصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وتحرير مخالفات قد تصل إلى 40,000 ريال. عندما نتحدث عن الغابات الكبيرة صاحبة الغطاء النباتي الكبير نتحدث عن منطقة عسير والتي أطلق فيها أكثر من 100 دورية للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالإضافة إلى طائرات درون لتعمل على رصد التعديات والمخالفات تجاه الغطاء النباتي في عسير. أهم هذه الدوريات الحقيقة حتضبط المخالفين وتضبط جميع المخالفات التي تتعلق بالغطاء النباتي. الغطاء النباتي لديه عدد من اللوائح من نظام البيئة، منها لائحة الاحتطاب ولائحة الغطاء النباتي، وهذه المخالفات كثيرة الحقيقة تتجاوز 60 مخالفة. يقوم هؤلاء الشباب إن شاء الله كلهم شباب سعوديين بإذن الله تعالى حيضبطون هذه المخالفات. مشاهد كانت بمثابة الاستهتار، خلفت حرائق كثيرة لتكون سبباً في تشويه الغطاء النباتي، والآن 40,000 ريال هي القيمة التي قد تصل إليها مخالفة حرق شجرة واحدة. قد تصل المخالفات في حرق الشجرة، لو قدر الله وتسبب في حرق شجرة، قد تصل المخالفة إلى 40,000 عن الشجرة وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه وإعادة تأهيل المكان على حساب المخالف. أيضا في مخالفات قطع الأشجار، يعني أي واحد يقطع شجرة أو يحتطب أو كذا، قد للمرة الأولى 10,000 قد تصل إلى 20,000 للشجرة الوحدة. الدوريات التي تعمل في الميدان ستكون بمثابة الدرع الواقي لحماية الغطاء النباتي بتعاون فئات المجتمع المختلف. للإخبارية عبد الرحمن السمير، أبها.